السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة سريعة كده، لسه جاي من بره علشان تخلي القط بينك وبينه ثقة جامدة، وتربط بينك وبين علاقة. لازم تفاجئه، لازم تديله حاجة حلوة. بمعنى هو حافظ شكل الكيسة دي، ده كيسة أكل جاهز، تمام؟ امتى الوقت اللي تديها له؟ شوف، هو عارف شكلها، يعني مع ان هي مش مطلعة ريحة بس هو عارف شكلها. امتى الوقت اللي تديها له وتديها له ازاي؟ في وقت يكون انت غايب عنه كتير، تمام؟ يعني مثلا انا جاي، لسه جاي من الشغل، سايبه بقى لي مثلا 7 ساعات 8 ساعات، ده انسب وقت اللي انت تديه له. وهو بيحرك الكاميرا، اوعى توقع الكاميرا، بس جبته. كمان الحاجة التانية اللي انت تأكله بيدك، مش فكرة اللي انت تحطه له في طبق، لا، ومحدش يخاف لو ممكن يعضك ولا حاجة. قط ذكي جدا، مش هيعضك وهيعرف ياكل باحترافيه، بس انت ما تجيش تحط له في صبعك كده تقول له كل، لا، حط له في ايدك. فدي طبعا من الحلقه. شوف، طب قول انا بحب، استنى انا قول انا بحبك اسلام، ولا انا بحبك اسلام، مش هدي لك حاجه. قول انا بحبك، قول انا بحبك، خلاص هو قال. قول انا بحبك، زله. قول انا بحبك، قول انا بحبك، ماشي. تحبني؟ مش هتعضني تاني؟ روحي بقى، محدش يتقرف من الموضوع ده طبعا، يعني هي بتبقى حاجه زي الجل كده. شوف بقى كميه الهجوم اللي هيهاجم عليها. شوف هو بيحب طبعا الاكل الجاهز، طبعا من احلى الاكلات اللي انت ممكن تديها له الاكل الجاهز، بس طبعا كتره مش كويس، وكمان هيبقى مكلف علينا، تمام؟ خد قدام الكاميرا ناكل. كل. ده ايه يا ابني؟ انت بتاكل المكان غلط يا ابني. اهي يا ولا، اهي شوف، حتى لو انا حطيت صبعي هو مش هيعض. بص بص بص، ما يقدرش يعض، لان هو حبيبك، صاحبك، عارف ان انت بتدي له حاجه هو بيحبها، تمام؟ وقع. فده الغرض من الحلقه، زيادة الثقة بينك وبين القط بتاعك. لازم موضوع تأكله بإيدك ده مهم جدا، ما يخافش منك بعد كده. مش فكرة بس اللي انت تديله الأكل جوه في طبق وتسيبه، لا، لازم دايما تحسسه اللي هو انت محتاج، اللي هو محتاجك. شوف هو واقف لك ازاي. يلا، الناس اللي كانت بتقول علمنا القط ازاي يقف على رجليه، يلا دي الطريقة اهي، خليه يقف على رجليه دلوقتي. اقف على رجليك، اقف على رجليك، خليه اقف على رجليك. يلا رميو، اقف، اقف على رجليك. وتسيبه بقى يلحسك عادي، ما تعرفش شوف بعض ازاي، عادي جدا جدا جدا، مش هيعمل لك اي حاجه خالص. يلا، ده سمك التونه والماكريل. الماكريل من احلى انواع الاسماك اللي هو ممكن مفيده، اللي ممكن تاكلها القط. لكن برضو الماكريل بالذات كسمك، نوع سمك لوحده، كله مره او مرتين في الاسبوع، ما تزودش عن كده. في الغالب اصلا السمك بشكل عام بيؤدي لتساقط، وفي انواع سمك ممكن يؤدي لقدر الله للعمى، القط يتعمي. فالسمك بشكل عام مش كويس، ده مش كلامي ولا رأيي، ده رأي خبراء كتير واستشاريين كتير، وادخلوا اسألوا، يعني ادخلوا على اليوتيوب او جوجل تشوفوها، معروفة موضوع السمك. ممكن بقى انت تديله الباقي خلاص في طبق، يعني اوعى خربيشك ولا، بس اهم حاجة اللي انت طبعا الموضوع ده تكرروه يا جماعة، مرة مرتين في الأسبوع، 3 مرات بقدر الإمكان، يعني دي بتزيد الثقة بينك وبينهم جدا جدا. ما يخافش من إيدك بقى، أوعى خربيشك، اطلع فوق، اطلع فوق، اطلع فوق، بس اطلع فوق. بص للناس، يلا قول أنا بحبك. ماشي، تحبني؟ لا لا، طيب.
بص بقى للناس اللي قدام الكاميرا، بص اللي قدام الكاميرا يلا يلا عشان الناس تشوفك، يلا يلا عشان الناس تشوفك، يلا سيبه بقى يلحس بقى بقية ايدك، هو هيلحس ينضف لك بدل ما تقعد تغسل ايدك، وطبعا تغسل ايدك بس بدل ما تقعد تنزل منها الاكل هو هيخلص لك عليه. يعني انا القعده دي تعبتني. يا واد يا روميو، سيب الحبل في حاله، سيب الحبل في حاله. هتيجي نرفع الكاميرا شويه يا جماعه؟ استنوا. يا ظهري. طيب رفعنا شويه، نط لي هنا، تعال لي هنا، تعال لي هنا، هينط. كده احسن. يلا وانت بقى بتاكله هتحس لسانه ايه بيزغزغك. ساعات كتير ببقى عايز امسك لسانه كده عشان لسانه طري وحلو، هو في جزء منه خربشه اللي هو الحراشيف اللي فيها، والجزء التاني طري. في حاجه بقى كمان عايز اقولها، لا ما تنزلش عشان حته صغيره. يا مفجوع، يا واد الحته كبيره معايا، خد خد تعالى اوعى الحبل ده. يلا اطلع اطلع اطلع. طيب يلا كل اطلع هنا. المصدر اهو. لا اوعى بس اوعى السلك، اوعى السلك. تعال هنا. طب انا اصلا هوطي لك. عايز اقول حاجة، ان لعاب القطط فيه مضاد حيوي طبيعي، عشان كده تلاحظوا اي جرح عند القطة ممكن تلاقيه اختفى بعد 3 4 ايام، وتستغرب هو القط ازاي بيلحس الجرح وتلاقيها مثلا بعد 4 5 ايام خلاص خفت. هو كده سبحان الله، ربنا مديهم الهبة دي. ماشي، اديله كمان واحدة. وطبعا ايه يعني عشان نوفر، ما ينفعش انت تديله كلها، اديله على مرتين. طيب بالنسبة للناس اللي بتجيب اكل القطط، في دلوقتي عرض في باندا، هايبر باندا. انا هايبر باندا اللي في الخارج، الخمسة بعشرة ريال، الخمسة من دول. اخد كده عشان اقربه من الناس، اقرب من الناس كويس. استنى بس اقرب للناس، تعال تعال شيل السلك، اوعى كده اقرب للناس شويه. بصوا يا جماعه، فريسكس طبعا الكاميرا مقلوبه، ودي ايه دي اليمين اليمين. فريسكس الخمسه، في اوفر في هايبر باندا الخمسه ب 10 ريال. تعال نكمل. يلا كل طبعا انا شفت بطني عشان انا واقف بالطول، لكن ان شاء الله انا خلاص، انا من امبارح ابتديت اجري، بجري على الممشى اللي موجود في الخارج، في ممشى جميل قوي يعني الناس كلها بتمشي فيه بس انا بجري. يلا خد عشان انا كنت فضلت فتره من الخارج للرياض بسفر بشكل يومي. اطلع هنا مش هوطيلك، انا ظهري وجعني. تعال شوف الشحلة ازاي. فضلت من الرياض للخارج لمدة اسبوعين بسافر بشكل يومي، ما كنتش لسه اخدت العربية السكن، فكان اكلي كله من الطريق، كنت ادخل محلات اكل وامشي، والبيك طبعا كنت اكل منه كتير قوي. بدخل بقى مثلا محلات بشكل عام اكل يعني رز بقى وبتاع، فده طبعا فرق معايا جدا يعني. فالحمد لله ابتديت امبارح اجري، جو جميل في الخارج. يلا نديها كمان واحدة يا روميو، كفاية عليك كده بقى، انت تخلص ال. طب اقول لك حاجة، خليه يطلع بقى. طب يلا يلا وريني هتعمل ايه، شوف هينط ولا لا. يلا
نعجزه شوية. يلا يلا نزله. يلا خليه يفكر شوية نشوف هيعمل ايه. نعو هو بيقول مش نعو مش عارف. لا دي حركة قديمة مش هتعرف تطول. يلا هتعمل ايه هتعمل ايه هتعمل ايه وريني. او واو نط. هو ده روميو، هو ده الذكي بيفكر. فكر روميو، روميو الذكي. مش كل هو بيكلبش بمخلبه فكر ان انا ايه هجري واسيبه او اسيب ال اسيب ايدي امشي امسك ايدي. انت كده بقى بتملكه خلاص بالذات في الحد ده يعتبر برضو مكافآت. انا من الناس اللي بقتنع ان مش المكافآت لوحدها هي المكافآت. تعرفين المكافآت طبعا الاكل الجاهز يعتبر مكافآت، لان احنا طول عمرنا كطبيعتنا حتى في البشر ممكن تلاقينا نحب الاكل الجاهز قوي، نروح المطاعم ناكل اكل جاهز وهو بيبقى اصلا يعني اكثر ضررا من الاكل البيت كتير. طبعا اكل البيت حتى لو مقلي لو مقالي بيبقى الزيت انضف بالاكل يعني متعوب عليه حتى لو فيه مسبك كتير وكده، ولكن انت بتتكلم اكل بره مهما كانت جودته مش هتبقى في جودة البيت. ومع ذلك بنحب اكل الاكل بره. فهو القطط كده برضو بتحب الاكل الجاهز عن الاكل البيت. يعني انا ممكن اديله فراخ دجاج جاهزه دلوقتي مطبخها فسابها وراح لده. فاهمني جماعه بطني باينه انا شافت شافت خالص تحكوش عليا قريب ان شاء الله الواحد عبد قريب ان شاء الله الواحد ينزل ينزل بطنه يخس ونلتزم بقى بالدايت. والله اللي عايز يعمل دايت شجعونا يا جماعه كله يعمل دايت. دي اخر واحده بقى انا زهقت خلاص. ولا خربيشك دي يلا سيبها تمسكش بايدك. لا نزل ايدك. طيب هعمل لك ايه؟ طيب لا فاضل حبه خلاص خليهم دول لبكره ولا بالليل. تعودش على كده معناش فلوس او بس لولا العرض. اوه اوعى تخرق اوعى تبوظ القميص بوظ القميص. انزل تحت. ها نزل تحت عشان فتفوته وزي بالباقي هنا. يلا اطلع اطلع خليه بس خد اطلع بس. ولا روميو يا ولا. طبعا اسوأ ما في الموضوع ايدك ريحتها رهيبه ريحه سمك. راح اغسل ايدي. لما تدخل من بره طبعا اغسل ايدك عشان ما تنقلوش كورونا يعني. يلا خد دي اخر مره. ممكن تنضف لي ايدي بس معلش عشان عايز اغسل ايدي فانا عايز ريحه سمك ده يروح. ممكن يلا خد صباع ده صباع ده. متعب في كل حاجة متعب خلاص. شوفكم الحلقة الجاية. طيب مش هكسفك يا عم خد مش هكسفك. يلا مش خسارة فيك مش خسارة فيك يا روميو. تعبت معانا كتير في النقل والكورة. لعب ماتش كورة حلو المرة فاتت. جبت له كمان دراي فود بقى لي فترة ما بجيبلوش دراي فود لأن عايز أعوده على أكل البيت. طبعا بقى لي يومين لما جيت اكلته اللحم الني لمده يوم او اتنين ما كنتش وقت ما فيش وقت اللي انا اطبخ له. فلما جيت احط له لحم الدجاج رفضه اللي هو المطبوخ وفضل مضرب عن الطعام لمده يوم. فلما نزلت له لحم ني اكله فاكتشفت الموضوع ده. فبلاش بلاش تقدموا له لحم ني عشان ما يتعودش عليه. هو دلوقتي رافض الدجاج وبحاول ان انا اتبع معاه سياسه النفس الطويل اللي هي هتجوع زي ما انت عايز. هو انا جيت النهارده طبعا لقيته واكله لحم الدجاج المطبوخ عشان ما لقاش غيره. فمحدش يصعب عليه محدش يا جماعه يصعب عليه القط بتاعه ويستعطفه. لا قط ذكي جدا وعارف هو بيعمل ايه وعارف ان انت ممكن يعني يصعب عليك وتديله تضطر تديله اللحم الني او اللي هو عايزه. خلي القط انت تتحكم فيه ما تخليش القط يتحكم فيك وده لمصلحته طبعا. ايدي بقت وحشه قوي. يلا امسح دي عشان امشي. يلا يلا امسح دي
يلا اخر من يلا خد دي كمان. شوف بقى حتى لو انت دخلت ايدك بقى جوه ما يقدرش يعضك، ما يقدرش يعضك خالص. اول حاجه عشان هو صاحبك، تاني حاجه عارف ان انت اللي بتاكله، انت مصدر الاكل، انت بتاع الاكل الحلو تمام. فكله ما يخافش الموضوع ده خالص، بالعكس القطط هتحبكم جدا ودي بتقربكم لبعض اكتر. طولت عليكم معلش، بس قلت برضو اطلع في فيديو يكون معايا روميو، عشان ناس كتير طلبت الروميو، عايزين روميو كل شويه فيديوهات، فقلت فرصه انا باكله. اشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.